السلام عليكم ورحمة الله، يا ربي مسهم بالخير، حياكم الله جميعا. من أفضل أدهان العود المستخلصة من غابات ماليزيا دهن العود اللاسترواك، دهن عود جميل جدا جدا. اللي شم نكهة البخور السرواك يجد النكهة هذه يوم يطيب بهذا العود، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفوح منه روائح جميلة مرة مرة مرة، نكهة بخورية. يعرف هذا النوع من دهن العود برائحته الزكية وجودته الخاصة، يمتاز برائحة مميزة وهادئة، والنكهة زي ما قلنا لكم بخورية. جميل مرة مرة مرة، مر عليه فترة تعتيق طويلة، بالقليل نحن نقول 12 سنة. هذا الأمر اللي يكسب تركيز أكثر ورائحة جميلة، يتميز أيضا بفوحان وانتشار جميل مرة مرة. على الملابس الملونة وفي الشماغ وفي العقال يتجاوز الخمس أيام، يعني كانت بمدة ثبات خمس أيام في الملابس، يتجاوز الكلام هذا. والجميل في هذا في دهن العود هذا أنه كل ما جلس كل ما يقوى، وفوحانه يزيد ما شاء الله تبارك الله، ونكهته واحدة. أفضل هدية ممكن أنك تقتنيها إذا كان واحد يحب دهن عود، دهن عود السرواك، رشي ما يبيض الوجه. أنا أدعو جميع مقتنين الأدهان لتجربة هذا الدهن، جرب وجرب أي دهن عود سرواك ماليزي وقارن بنفسك. المعايير اللي نختار عليها الأدهان صعبة مرة 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 عندنا في ميسم الورد الطائفي. نحن نصنف هذا العود نصنفه تربل إيه، إن شاء الله تبارك الله، ثبات، فوحان، النكهة ما تختلف ولا فيها أي زنخة ولا روائح حيوانية ولا شيء، نكهة بخورية فخمة. عشان كذا بسمي هذا العود خليفة الكمبودي تربل إيه اللي بعناه في ميسم الورد الطائفي، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا خليفته، دهن عود ما شاء الله تبارك الله، ثبات، فوحان، نكهة جميلة مرة مرة مميزة. مشكلتنا الوحيدة مع الأدهان الزينة أنها ما تجيب كثرة، أبدا ما تجيب كثرة. 12 تولة، 12 تولة وش تقسم وش تسوي، لكن جودة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. عشان تعرفون هذا العود خلاصة الخلاصة، شوفوا تلاحظون شوايب الدهن، وما هي بالقليل. هذا دليل ان الدهن خلاصة الخلاصة. ما سبق لنا ابدا في ميسم الورد الطائفية، وانتم تلاحظون بيع ادهان غير الكمبودي، يعني البيورات نقصد، النوادر الموجودة عندنا والكمبودي والهندي. دهن عود السرواك جاء من هناك، يقول انا ما شاء الله تبارك الله لي اواجه وابيض الوجه مع متابعين ميسم الورد الطائفي وعملائهم الكرام، واتطابق ايضا مع مواصفاتكم يا ميسم. لذلك نحن اعتمدنا هذا العود ورضينا ان نقدم لكم، إن شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله.